السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء تعليقاتكم وآرائكم بشأن ما سنعرض في حلقتنا لهذا اليوم. وأيضا هناك خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. ارتكب القضاء المسيس في العراق مزحة سوداء شنيعة كما وصفها مدونون وإعلاميون في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بإخلاء سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية التي نشرها الصحفي علي فاضل. وزعمت مصادر مقربة من المالكي أنه مثل أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وتم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا، ثم قرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة من دون أن يعلن القاضي مسوغات إخلاء السبيل وعما إذا كانت جرائم الفساد وتأجيج الطائفية والولاء لإيران التي أعلن عنها المالكي في التسريبات لا تتطلب المحاكمة. طبعا تذكرون جميعا أن المالكي قد تطرق في حديثه بحسب التسجيلات المسربة التي نشرها علي فاضل، تحدث بنزعة طائفية عرف بها ومثلت هويته السياسية، وتحدث كذلك عن تسليح عشائر ومجاميع يقدر عددها ب20,000 مقاتل على الأرض. تطلب منه هذا الموضوع أيضا دعما ماليا ولوجستيا وغطاء قانونيا، وقد وعد الميليشيات التي جاءت تطالبه بذلك بتوفير هذه الامتيازات في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يريد أن يذبح الجميع بحسب نور المالكي. لنستذكر سويا مشاهدينا الكرام جانبا من التسجيلات التي نشرت لنور المالكي والتي أعلن القضاء تبرئته منها، لنستمع. المرحلة الجاية قتال. تمام، جاهزين إن شاء الله. المرحلة القادمة قتال إن شاء الله. ولحد أمس كان أقول دعانا مصطفى الكاظمي من طلعت قلت له اسمع المرحلة القادمة قتال وكلنا ندافع عن نفسه. بعد شيء وانا حاشد يا جماعه اقول ترى القضيه قضيه قتال، مقتدى الصدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو هيك زين، الجيش والشرطه لا اعتماد عليه ما راح يسوون اي شيء، نحتاج الى سلاح. كنت تساعدني البسه وكان احنا الجيش والشرطه، قلت لا اثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، انا احمي نفس النفس. عافيه. أنا أدري مقتدى الصدر أول واحد يستهدف أنا لأن أنا بهدلت أحواله والعراق والتشريع ما أخلي بيد مقتدى الصدر، إذا عجزوا داخلي أنا ما عجز. وهذا المطلوب الآن. أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرجة، وما يدريك لعله أهجم على النجف، إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية والله أهجم على النجف. تمام. لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد عنده 3 خصال سيئة، يريد دم يقول ما يريد دم وهو جبان، ويريد فلوس فرهد البلد كله، ويريد يصير على ربكم الأعلى. بعد هذا القرار من المحكمة بشأن تبرئة ساحة نور المالكي، اتهم عراقيون مجلس القضاء الأعلى بأنه شريك فاعل ومتواطئ مع كبار رؤوس الفساد في الأحزاب والقوى والميليشيات المسيطرة على العملية السياسية بخاصة المالكي. طبعا فريق التقنية من أجل السلام هو أشهر فريق فني عراقي قام بفحص التسجيلات المسربة المنسوبة للمالكي وأكد صحتها وقال بأنها ليست مفبركة. المالكي أيضا في تسجيلات أخرى كان قد اتهم السنة في تسجيلاته الصوتية المسربة، اتهمهم بالحقد وساق إليهم اتهامات طائفية عرف عنها منذ ولايتيه الأولى والثانية في دليل على العقلية التي أدار بها البلاد في تلك الفترة.
دعونا نستذكر سويا مشاهدينا الكرام جانبا آخر من التسريبات لنور المالكي قبل أن نذهب للتعليقات. الوضع جدا خطير، احنا اعتدنا لا انه خطورة وخطر، لا الوضع الان خطير جدا. خطير جدا بل. واستطاعوا السنة الحاقدين، مو طيب اغلبهم طيبين وقلتهم ابتزال هل قلت انه بس احنا نقول وقلة هم الطيبين، نعم الاغلبية الكبيرة من الحاقدين وحاقدهم جاء يشترون الشيعة يأخذون الحكم بالعراق وحاقدين على المالكي لأنه كانوا يقولون والله بالبيوت مالنا. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الخبر الذي يعنى بقضية إخلاء سبيل نور المالكي بعد تبرئة ساحته من قبل القضاء في العراق. حسان يقول: من هم القضاة الذين أطلقوا سراحه؟ هم نفسهم الذين عينهم المالكي، لذلك ضمن ولاءهم. أبو عبد الله يقول: القضاء مسيطر عليه من الأحزاب والميليشيات، لا يوجد قضاء في العراق. تعليق من جنان تقول: نور المالكي يطلق سراح نفسه، هيج الخبر الأصح. وأبو حسن يقول: هو القضاء بحد ذاته موظف عند الصعاليك وأحزابهم، وهم موظفين للخارج، والكفالة من فلوس العراق، وإلك الله يا عراق. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم للتعليق على هذا الخبر، إطلاق سراح المالكي من قبل القضاء بكفالة في قضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليه، وهذا يعني أن القضاء في العراق لا يعترف بصحة التسجيلات المسربة التي أكدت جهات كثيرة داخلية وخارجية صحتها وأنها فعلا تعود لنور المالكي. معنا سيد أحمد، دكتور أحمد من ألمانيا، تفضل حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس لا يستغرب شيء في العراق، ولا يستغرب أن يطلق سراح المالكي بكفالة بقدرها 50,000 دينار. أنا الحقيقة متحير، مسكين من وين يجيب هاي 50,000 دينار اللي يكفل بها نفسه. نعم. في بلد العجائب والغرائب العراق، في بلد يدين البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية على العراق، على سيادة العراق، بينما تعترض لبوة الشيعة عضوة البرلمان العراقي على إدانة الاعتداءات الإيرانية. نعم. في دولة يحكمها الصعاليك والمتسولون، يحكمها من كان يعترف بعظمة لسانه، أن ما عنده فلوس ياخذ زوجته في حالة الطلق إلى المستشفى، وعايش في كحارس في حقل دواجن، الآن أصبح يملك المليارات ويمتلك القضاء العراقي برمته من ألف علاياه. كيف يحكم القضاء العراقي؟ كيف يحكم المالكي؟ والمالكي هو ولي نعمتهم. نعم. كيف يحكم القضاء العراقي المالكي؟ والقضاء العراقي والمالكي وجميع الصعاليك الموجودين هم دمى تحركهم أيادي من خلف الحدود يا أخي. غير مستغرب مطلقا. الآن أنا شخصيا أرى أن العراق أصبح ولاية تابعة لإيران، إقليم من الأقاليم الإيرانية تحكمه الإصابة العفنة الآن، وسنصل إلى وقت محدد لربما خلال سنة سنتين أربعة أخرى، لربما سيشرع قانون من المجلس الوطني العراقي من البرلمان بإلحاق إيران بولاية الفقيه. غير مستغرب. مع الأسف العتب ليس على السياسيين ولا على القضاء العراقي الذي يكيل بأربعة مكاييل، وإنما العتب على الشعب العراقي الذي عجيب، يعني شو اللي صار فيه؟ سيد دكتور أحمد، لا يخفى على أحد أن العراق بلد منهار، لا قوانين فيه، لا قضاء، لا سياسة، لا أمن. إذن هؤلاء الذين يحكمون العراق والذين يخرجون على وسائل الإعلام يحاولون إيهام، لا نعلم من إيهام من، أن هذا البلد بلد ديمقراطي، بلد فيه قانون، القضاء المبارك المقدس، الجهة التي نعود إليها المرجع في حسم القضايا. العالم يعلم أن هذا بلد فاسد، القضاء فيه مسيس، وهم يعترفون. إذن على من يحاولون أن يضحكون أو يمررون هذه الأكاذيب أن العراق بلد فيه قانون؟
هذه الأكاذيب لا تمر على أحد، والحقيقة هم لا يحتاجون أن يمرروها على أحد، لأن الشعب يسمع ويعلم ويعي جيدا ما يعاني منه، ولكنه مذعن لهم بكل ما تعني الكلمة. المشكلة هي أنه هناك توافق دولي على دعم ما تسمى بالعملية الديمقراطية الموجودة بالعراق. بالأمس أقرأ بعض الأخبار في الصحف العالمية، منظمات دولية تستنكر الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في البحرين، بينما يجلبون المعتقل العراقي بالبطانية للقاضي العراقي، ولا أحد يبكي على، ليس الشعب العراقي بواكي. هناك تواطؤ دولي، تواطؤ إقليمي، تواطؤ من قبل قوى كبرى وقوى إقليمية على ما يجلس العراق. يراد العراق أن يكون ساحة لتصفية حسابات، ساحة للضغط على دويلات الخليج، ساحة لامتصاص خيرات الشعوب، شعوب المنطقة، ويراد لإيران أن تتفرعن. هناك باختصار عندي سؤال، عندي سؤال لحضرتك، سؤال أخير. تفضل. الآن الجميع يعلم ما الذي يدور في العراق، مثل ما تفضلت، هناك دعم دولي، هناك فساد داخلي وسيطرة على كل مفاصل الدولة. إذن كيف يمكن للحقوق أن تعاد إلى أصحابها؟ كيف يمكن للمواطن العراقي أن يعيش في بلد فيه قانون فعلا؟ أخي الكريم، العراق ليس دولة قانون، هذا أولا. الأمل الوحيد الموجود للعراق هو ثورة شعبية مسلحة تثبت فيها دماء الخوان. بعكس هذا لا يمكن بأي شكل من الإشكال من إيجاد حل، لأن مثل ما قلت لك العراق لا بواكية له. لا يعني لا يكون عندكم أمل بأنه الغرب يصرف قطرة دم أو دولار واحد على العراق، لأن مصالحه ماشية. لا يقنعوكم الناس وبعض المعلقين السياسيين أمثال سمير عبيد وفلان وفلان، يقول لك بأنه بلا صدق قد آخر بسم الله في نعش العملية السياسية بالعراق. هذه كلها فقط لتثبيط الهمم وفقط ذر الرماد في العيون. أقول لكم أنا منا 20 سنة إذا بقينا على الوضع هذا، منا 20 سنة الوضع السياسي بالعراق كما هو، وإيران بالذات ما في تشكيل حكومة بالعراق، لأن هذا الفراغ السياسي يساعدها على امتصاص خيرات الشعب. شكرا جزيلا دكتور أحمد. الحل بيد الشعب. نعم، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة. كنت معنا من ألمانيا، ويانا سيد أبو صلاح من كربلاء. تفضل يا أبو صلاح. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. سلم عليك ويترافدين البطلة. الله يحفظك يسلمك إن شاء الله. موضوع المال اليوم من نور المالكي. نعم، شنو رأيك باللي صار بهذا الموضوع؟ والله هو نور المالكي حزب الدعوة، هو رئيس حزب الدعوة. حزب الدعوة العميل هذا هو اللي ضرب المواطنين، ضرب المدرسة، خرب العراق سابقا. وهسه لازم هو العراق يعني، ما بالك ما نظراء. هو غيرهم غير النماذج يرون ركبتهم كما هي بدها تلعب بالثعبط من العراق. على شنو استند القضاء حتى يفرج عن المالكي في الوقت اللي كل الناس المعنيين والمختصين بفحص هذه التسجيلات أكدوا أنها صحيحة تعود لنور المالكي؟ ليش أفرجوا عنه وشلون برأيك؟ أفرجوا عنه أن هي المحكمة مكيفة من قبل المالكي، من قبل حزب الدعوة. والقضاء بالعراق أصبح الآن مكيف من قبل هاي الأحزاب. نعم، طالما وجد هكذا قضاء سيد أبو صلاح، هل يمكن للمواطن العراقي اليوم يأتمن على حقه في هذا البلد، خاصة وأنه يرى بأنه الفاسد اليوم المجرم المتهم بكثير من الاتهامات يطلع بكل سهولة من المحكمة بكفالة وإن كانت رمزية، وما حد يقدر يعاقبه أو يحاسبه على اللي دا يسوي؟ نعم أخي محمد، مثل ما تلاه وزير التجارة السابق، وزير التجارة سابق 5 مليار حزب الدعوة. نعم. وهو 3 مليار من الوزارة 3 مليار، واطلقوا صراحة بقدرها 50 مليون. أو 50 مليون دينار على قد يعني، والله بعض بالحدود يعني، هم دول الشلة مع الحرامية لص. نعم. والمالكي أساس البلاد العراق هو المالكي. سيد أبو صلاح من كربلاء، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. ويانا أبو إسحاق من كربلاء.
السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله ابو اسحاق. مقدم البرنامج الله يحييك وبارك الله فيك على هذا البرنامج، وانت تكشف لنا نقطه من بحر الحقائق اللي يعيشها العراق. الله يحفظك، شكرا جزيلا. تحياتي لك وتحياتي للقناه وللكنترول. حياك الله. واريد نسولف ونحكي عن بعض الامور اللي قلت لك نقطه من بحر الفساد وبحر الظلمات اللي يعيشها العراقيين، كل نعم. العراقيين. هاي الشغله مو جديده استاذ الله يخليك، مو جديده على العراقيين. انا سبقني ابو صلاح من كربلاء اللي ذكر عن وزير التجاره اللي تابع الحزب الدعوه القيادة نور المالكي اللي اختلف 6 مليار دولار مال البطاقه التموينيه وطلع نور المالكي بعد ما رجع الطياره اللي هرب فيها الوزير لندن ورجع رحيم العقيلي. ونور المالكي طلع بكفاله 25 مليون وال 6 مليارات عنده وموجوده هسه بلندن متنعم، وهذا مو اول واحد في حزب الدعوه ولا اخص حزب الدعوه، لا شك واحد موجود بالحكومه عنده ملفات فساد. يعني انت مثلا انت بس عن حزب الدعوه اللي تقول عنده فساد، لا اقول لك ابو مازن مثلا علي فوز اكثر من 300 قضيه من حاكم ابو مازن شمل عفو خاص. القانون الجديد اللي بالمحاكم وانت اعرف انت اعلان وصحفي متمكن وعندك معرفه واسعه وفاهم الوضع، يعني القانون الجديد اللي كان اذا اختلفت مواطن او من دوله اذا اتفق عليه الحكم يخلص مده الحكم 10 5 سنوات 20 سنه ما يطلع اذا ما يرجع المبلغ اللي سارقه من الدوله. اجى قرار جديد من هاي الحكومه اللي يتماشى شويه مصالحهم يخلص محكوميته وفلوسه موجوده قدامه. فلوسه يقدر يبني بيها ويقدر يشتغل بيها ويقدر يسوي فنادق 5 نجوم خدم وحشم داخل السجون. وهي الشغله مو جديده يا استاذ، واحنا نعيش الوضع صعب كلش بالعراق وهاي القضاء مسيس وكل عراقي. انا سالت السيد ابو صلاح، السيد ابو صلاح انا سالت قبل حضرتك السيد ابو صلاح من كربلاء، قلت له شلون المواطن العراقي اليوم يامن على حقه من الضياع اذا كان هناك قضاء يبرئ الفاسد والمجرم؟ نعم استاذ انت فاهم وانت ابن عشائر، اليوم العشائر تشتغل اكثر بالقانون واليوم العشائر تحل 90% من قضايا الناس بالقعدات مال العشائر وسناين عشائرهم وانت بالعشائر وتعرف هاي حقائق موجوده بالعراق. ترى القانون اليوم يشتغل على الاحزاب، يعني شو نور المالكي ينسجن والقضاة معينه من نور المالكي؟ هاي مستحيله. هذا هذا هذه ما ترى هذا الحكي ما يصير ابدا. يعني القاضي وبعدين يا قاضي اللي يقدر يحكم له واحد من هاي الزعماء اللي هم كل واحد اقل شيء عنده 30 40 الف وسلنا. اذا استمر الوضع سيد ابو اسحاق، اذا استمر الوضع في العراق بهذا الشكل انه القضاء مسيس وفاسد والقوات الامنيه تابعه وخاضعه والاحزاب هي المسيطره، شنو الحل بالنهايه للمواطن العراقي حتى يخلص من هاي الفوضى اللي دي يعيش بها؟ إذا بقت هاي الأحزاب وبقت هاي الكتل اللي تحكم العراق لا مستقبل للعراق ولا العراق راح يشوف النور وراح تبقى الظلم وراح تتبدد وراح تنتهي الحقوق وأي حق ما عنده. يعني اتصور أنا يوم من الأيام بوحدة من السيطرات وحدة من السيطرات الحكومية الرئيسية، أنا صاعد مسافر والله يا أستاذ دائق شاحنة اجوا الضباط يشيلون له يفتحون له السيطره، يا ابني ليش هذا الشكل ضرب السيطره بكل سرعته؟ قالوا والله هذا بالحشد الشعبي. هذا بالحشد الشعبي هذا السايق. سايق سياره شاحنه تريله والله تابعه للحشد هاي السياره، مو احنا ما الواقفين، احنا ناس تعبانين والجو حار. لا هذا من يحكي وياه تابع للاحزاب. يا اخوي السيطره اليوم للاحزاب، السيطره اليوم الزعماء الكتل، السيطرة اليوم زعماء الفصائل المسلحة، اليوم اللي يحكم اللي يحكم السلاح، هذه الشغلة مو جديدة، من 2003 لهذا اليوم لا مستقبل للعراق، ولا العراق راح يشوف النور، ولا أمل للعراق بأنه يتحول للأحسن، إذا ما تخلص إذا ما يخلص العراق من هذه الطبقة السياسية الموجودة بالعراق فلا خير للعراق ولا وجود للعراق ولا مستقبل للعراق ولا العراق يشوف النور. شكرا جزيلا سيد ابو اسحاق من كربلاء، ويانا السيد ابو عمر من الناصريه، تفضل يا ابو عمر.
السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا أشكركم دائما، أشكر كاتب الرافدين دائما، يعني طلع هموم العالم، أشكركم أنا وأشكركم عن نفسي. الله يبارك فيك. شلونك عمي؟ الله يحفظك يسلمك إن شاء الله. تفضل يا أبو عمر. طبعا بالنسبة للمحاكم، هذا فايخ جيدان، هذا فايخ جيدان طبعا هو هم من عناصر هاي الشلة التعبانة. ماكو هيجي مجرم، ماكو هيجي مجرم باقي العراق. طبعا حتى مشارك، حتى مشارك قتلة تشرين. نعم. باقي العراق يعني يعني هالك العراق هذا المالكي هذا زين، يعني انا ما شايفك محاكم يعني مجرم، يعني انت يعني انت رئيس القضاء مال العراق، على اساس هذا مجرم الطلعه يعني هذا هو يعني هذه العصابات هاي المشات، المشات هاي المعفنه، شلون الطلعه انت على اساس الطلعه؟ طيب يعني ابو عمر اذا طلع المالكي، اذا تم اخلاء سبيل المالكي بسبب مثل ما تقول المحكمه انه هو بريء من التهم الموجهه إلى بقضيه التسريبات، طيب وماذا عن القضايا الحقيقيه اللي متورط بيها بعيد عن التسريبات؟ حكم البلد 8 سنين، ضاعت في زمنه المليارات، قتل الناس، ارتكب مجازر، هاي كلها ما يتحاكم عليها؟ ما يتحاسب عليها؟ يعني نعم تفضل. نعم تفضل. طبعا عمي طبعا مجلة سبايكار هو المسؤول عليها. نعم. المليارات هاي هم بياناتهم، ذولا يعني مشكلة، ذولا كلهم يعني أجنداء، ذولا توابع، ذولا كلهم ذيول، ذولا عصابة، يعني عصابة. نعم. يعني توصف يعني تعجز الاوصاف عنهم ذولا. طيب انا ما شفت يعني مجرم يعني كلام شارك فيها، قتل كل شيء، قتل بوب. نعم. كل شيء مسوي. شكرا. نعم شكرا جزيلا لك سيد ابو عمر من مدينه الناصريه في محافظه الذقار. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. عادة تجد هناك حزب سياسي عنده ذراع مسلح، ولكن في العراق العكس هو الصحيح، الأذرع المسلحة عادة أذرع سياسية، يعني هي اللي تتحكم في الدولة وفي الشارع لما تغير أي شيء. كيف يمكن الدفع أكثر باتجاه أن تسير هذه الثورة وهؤلاء الشباب خطوات متقدمة في هذا الاتجاه؟ أي مشروع سياسي في العراق تشرين أو غير تشرين ما يطرح رؤية تتضمن بناء الدولة العراقية هو مشروع وهمي. هذه الأحزاب وميليشيات انتهت صلاحيتها التاريخية، وصلت إلى طريق مسدود. وما يحدث الآن في إيران من احتجاجات من أسبوعين، يعني أكبر يعني تحدي للنظام من سنة 1979. هذا الشعار ميت وطن لابد أن يترجم إلى برنامج سياسي، إلى خارطة طريق بخطوات عملية. هو هذا اللي لازم ما حيشتغل عليه. أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك بكندا الدكتور صباح الناصري في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا من مقاطع مشاهدينا في هذه الفقرة الأولى وننتقل إلى موضوع آخر وهو ملف انهيار القطاع الصحي. أظهرت لقطات مصورة انهيار الغلاف الخارجي لمستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط وسط مخاوف من انهيار المبنى بالكامل. هذه اللقطات أعادت الحديث عن متانة المباني وجودة البناء والمواد المستخدمة وحالات الفساد التي تشوب عقود الإعمار المزعومة بعد فاجعة انهيار مبنى مركز التحليلات الوطني في كرادة ببغداد الذي
ذهب ضحيتها العشرات مطلع هذا الشهر. دعونا نتابع. طبعا مشاهدينا الكرام، الموضوع لا يقف عند هذا الحد. ننتقل إلى موضوع ذي صلة في انهيار الواقع الخدمي، إذ ناشد ذوي الاحتياجات الخاصة الراقدين في مستشفى ابن القف في بغداد المخصص لعلاج إصابات الحبل الشوكي، ناشدوا أهل الخير لمد يد العون لهم بعد تركهم بدون طعام منذ أيام. وطالب الراقدون الذين يبلغ عددهم نحو 100 مريض وجلهم من محافظات أخرى، طالبوا باسم الإنسانية توفير أبسط حقوقهم المتمثلة ببيئة صالحة، فضلا عن التغذية الجيدة وباقي الاحتياجات التي كفلها لهم القانون. لنستمع. السلام عليكم. أنا راقد هنا بمستشفى ابن القف وانا من محافظة السماوية، وقطعوا علينا الطعام. هنا خدمات فيها موجودة بس قطعوا علينا الطعام، واحنا لا حول ولا قوة، ما نقدر لوحدنا. نتمنى منكم ان تتبعون لوضعنا. نكمل مشاهدينا الكرام في هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر، إذ للفساد وجوه مختلفة في القطاع الصحي، حيث أظهر مقطع مصور نشوب عراك بالأيدي بين موظفين في مستشفى الزهراء بمحافظة النجف بسبب ما قيل إنه تعيين مسؤول لمختبر أو مسؤول مختبر خدمته أقل من سنة كان يعمل في العتبة العلوية وفقا لمصادر محلية في آخر مظاهر الفساد الإداري والمحسوبيات، وفي ظل محاربة تعيين الكفاءات وتسنمهم المناصب المناسبة وفسح المجال لمن يمتلك الواسطة والتزكية من هذا الحزب أو ذاك على حساب وظائف المواطنين. لنشاهد. لنتابع سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام قبل أن ننتقل لاستقبال الاتصالات. عباس يقول: شلون خدمته سنة ومسؤول؟ المفروض يتحاسب المدير. رياض يقول: كل دوائر الدولة في محافظة النجف تسيطر عليها جهة سياسية فاشلة وفاسدة. كرم يقول: وش قدك ناس صعدت بمناصب بيوم وليلة بسبب الحزبية القذرة. جواد يقول: ماكو بالعراق الرجل المناسب في المكان المناسب. وويانا السيد أبو سيد علي من واسط، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك حبيبي. احنا نشكر قناتكم الحرة الموقرة، قناة الرافدين. الله يحفظك، حياك الله. عيوني أستاذ، احنا بالنسبة لنا احنا شريحة مظلومة بسبب الفساد، سبب الفساد الإداري التابع لوزارة الداخلية والدفاع. احنا شريحة المفسوخة عقودنا. نعم. احنا ناس انفصلنا بأسباب حزبية تبعية بسبب الضباط الدمج. سوء الإدارة وسوء الإدارة والقيادة أدت إلى فصلنا. انت لأي جهة تنتمي بالضبط؟ يعني احنا وزارة الداخلية شرطة الاتحادية. نعم. شنو السبب انه فسخوا عقودكم؟
الفسخ العقدي بسبب قائد اجى علينا، قائد ينتمي الحزب وانتماء حزبي معروف هو شخصيا. طيب هسه حاليا احنا عندنا قانون الامن الغذائي، نعم، التخصيص المال، التخصيص المالي موجود. اللف والدوران بموضوعنا احنا، انا احكي لك انا من محافظة واسط، نعم، باصره، واسط، ناصريه، موصل، نينوى، كلهم كلهم يعني جميع المحافظات كلهم مظلومين. يعني سؤال سؤال سيد علي، لما اجى هذا القائد، لما اجى هذا القائد المتحزب مثل ما توصفه قام بفسخ عقودكم، ويعني يعني لا 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 استبدلكم لو شنو الآلية اللي صارت؟ لا لا مو استبدلنا احنا، احنا كقوات أمنية، نعم، نقلونا من لواء اللواء. طيب تعسف وسوء إدارة، احنا بالنسبة لنا من رحنا عودنا لقينا روحنا احنا مهربين، واكو أجندات، واكو ناس ميليشياويين تحولوا قوات أمنية. نعم احنا راجعنا قابلنا الوزراء الظاهرين، واحنا امام الرأي العام، احنا احد شرارة ثورة تشرين. انا اللي احكي وياك المتكلم حاليا، انا متبارسل، نعم، طالبت بكل الوسائل القانونية بحقي، نعم، ماكو هسه حاليا احنا الاموال مالتنا ما متوايدة. وزارة المالية تذهب على وزارة الداخلية، وزارة الداخلية تذهب على مجلس النواب. احنا نعم. صاحبين عوائل، واحنا احنا شريحة المفسوخة عقولنا لحد الان 102 الف يعني. احنا وين فلوسنا؟ احنا نريد نعرف القيادات، انتم شلون تجيبون قائد دمج مشارك بحرب ضد جيش العراقي سابقا، تجيبه يخلي يقود قوات امنية يقود جهاز حساس؟ نعم سيد علي، اليوم اليوم بعد بعد الخبر اللي انتشر لإخلاء سبيل نور المالكي بسبب التهم الموجهة إليه، اليوم احنا شلون تشوف القضاء في العراق اللي دا ينصف المذنب على حساب البريء، دا ينصف الظالم على حساب المظلوم؟ تتوقع انه انت ممكن تاخذ حقك اليوم بالعراق طالما وجد هكذا نوع من القضاء؟ لا والله، انا من خلال قناتكم الموقرة، نعم، أنا عندي طلب بسيط، أنا كوني أنا أطالب بشخصي، نعم، القضاء البرة نور المالكي، أنا أطلب من أي دولة بأن تعطيني الضمان أنا وعائلتي بأن أخرج من هذا البلد، لأن هذا البلد ظلمني في السنوات، يعني الحالة المعيشية يعني نرسى لها، مو بس أنا، أنا قاعد أحكي على عوائل كافة. إذا القضاء برع نور المالكي، نور سباكة، أنا ينصفني؟ نعم سيد علي، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. بس يعني تعديل بسيط، وأنا أعلم أنك لم تقصد ما قلت، يعني بجهة من ناحية أن بلدي ظلمني، اللي دي حكمون العراق هم اللي دي ظلمون أبناء البلد، البلد بلد سيبقى وسيزول هؤلاء، لكن هم الذين شوهوا صورة العراق وهم الذين ظلموا أبناء هذا البلد. اليوم دي يدفعون العراقيين إلى الهجرة، البحث عن الخروج، الهروب من هذا البلد، الهروب من هذا الجحيم الذي يعيشون فيه. دعونا نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة من مقاطع متداولة. نأتيكم إلى الانهيار الأمني. كنا نتحدث مع منتسب مفسوخ عقده في الشرطة الاتحادية، ودعونا نريكم منتسبا لا يزال في الشرطة. محافظة البصرة تعيش منذ مطلع الشهر الحالي وضعا أمنيا مزريا لا يخفى على الجميع. فبعد تبادل إطلاق الصواريخ بين الميليشيات والاشتباكات المتواصلة بينهم خلال الليالي الماضية، وعودة مظاهر انتشار السلاح في الشارع وسط طبعا غياب المظاهر الأمنية وغياب القوات الأمنية، عاد مسلسل استهداف منازل المواطنين بالعبوات الناسفة مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت باستهداف منزل منتسب في الشرطة. لكم أن تتخيلوا الحال الذي وصل أو وصلت له مدينة البصرة ووصل إليه العراق بشكل عام، عندما يتم استهداف من يحفظ، المفترض أنه يحفظ أمن المحافظة وأمن الناس.
كيف إذن سيحفظ أمنه إن كان هو عرضة للاغتيال؟ دعونا نشاهد اللحظة التي تعرض فيها منزل هذا المنتسب للهجوم بقنبلة يدوية. قام برمي قنبلة يدوية على منزل المنتسب في الشرطة، لكن ما الذي قاله هذا المنتسب بعد هذا الحادث؟ أكد في تسجيل مصور عقب الهجوم على منزله أن هذه الحادثة ليست الأولى بعد أن أخفقت الجهات المختصة بتوفير الأمن له عقب هجوم سابق تعرض له منزله، وطالب المنتسب الحكومة بتوفير الأمن له ولأسرته. وهنا يجب أن نضع ألف خط تحت هذه المطالبة، لأنها صادرة من رجل شرطة يفترض أن يقوم هو بحماية المواطنين. دعونا نستمع. ذبحوا على بيتي رمالة هجومية زين، وقبل 10 أيام رحت سويت دعوة ولحد الآن ما حد طلع وقال لي شنو أنت هذا ما متفلش. أنا بالنسبة لي لا عندي انتماع بحزب ولا عندي ارتباط بأي واحد، رجال منتسب بالقوات الأمنية ولا عندي ارتباط بأي حزب، ورجال فقير ماخذ دربي وجايب دربي، أنا دا أعرف هسه هذا شنو جاي يكتبون عليه يوميا زين، وهسه جهالي مرعوبين. تابعنا مشاهدينا الكرام ما الذي تحدث به هذا الشرطي، دعونا ننتقل إلى هذه اللقطة. في الوقت الذي تشهد محافظة البصرة الانفلات الأمني والفوضى الأمنية الواضحة التي لم يسلم منها حتى رجال الشرطة، تستمر الحكومة ببث دعاياتها المضحكة حول الأمان في المدينة واستكمال الاستعدادات لاستقبال خليجي 25 لكرة القدم، ومن بين هذه الدعايات البعيدة عن الواقع التصريحات التي سترونها الآن وتسمعونها من الناطق باسم قيادة العملية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي الذي أكد فيها من داخل ملعب جذع النخلة إكمال الاستعدادات الأمنية لتأمين البطولة قبل أن يستقبل البصريون قبل غيرهم تلك التصريحات بسيل من السخرية والغضب. لنستمع. الآن نحن في ملعب النخلة، طبعا كل الاستعدادات مهيئة لإقامة خليجي 25، قطاعات أمنية وتعزيز الأمن والاستقرار، لذلك نحن مصرين على نجاح هذه البطولة ومصرين على عودة العراق إلى علاقاته الطبيعية والدولية من خلال توفير الأمن والأمان للوفود التي سوف تأتي إلى محافظة البصرة من داخل ملعب النخلة اللي هو طيار تحسين الخفاجي. نتابع بعض التعليقات التي جاءت بشأن هذا الموضوع. عمار يقول: سيادة اللواء جهودكم مشكورة، بس إذا بلي العلقة مثل المرات السابقة شلون دول العالم تقتنع بهذا الكلام؟ عندنا تعليق من كاظم يقول: والله عيب، ضابط وقائد وتشذب، أنت دمج. أمس القتال بين السرايا والعصائب وبين العشائر والعصابات، وين الأمان؟ أبو القاسم يقول: ترى هي بطولة رياضية مو استعراض عسكري، المفروض جيتكم للبصرة تحسم موضوع القصور، مو هربتوا بسبب فشل إخراج الحشد. والجشعمي يقول: أنتم ما تقدرون تحمون الفقير، شلون تحمون الخطار؟ معنا سالم من كربلاء، تفضل يا سالم. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا ما طول هذه النفايات الموجودة اللي كونها الاحتلال بعد غزوه إلى العراق، هذه ما قد تسبب للعراق بس الأذية، كفيلك بالله العظيم، وبالتعاون مع الميليشيات سوى الأحزاب الغاشمة هذه المستبدة، هذه قد تزرع الحقد والطائفية بكل صورها وبكل أشكالها بين الناس، ومن يتعاون وياها من كل الناس. أكو هناك من الخارجين، من القانون، من المستكبرين، من الفساد التي يتعاونون إما مع الميليشيات الإرهابية والأحزاب الموالية لها، وإما مع الفقاعات هذه، كل هاي الفقاعات اللي باسمها تحمي العراق وتحمي المواطنين، بل هي تقتل المواطنين مو تحميهم،
اي والله يا هذه الفقاعات وكل اجهزتها وكل البلطجيه هاي، اي والله كل هذه الاجهزه البلطجيه العمياء هذه الله وكيله، والا هي ضعيفه جبانه. بس مع الاسف اقول ان كل الناس تسميهم قوه امنيه، مع كل الاسف تسميهم قوه امنيه. نعم. لهذه البلطجيه العمياء، اي والله، والا هي ما زال مصرين على قتل الناس في سبيل استمرار المحاصص الطائفيه اللي كونها الاحتلال واللي وهذه الفقاعات اللي تحميها، حتى تحميها من كل الناس تحمي هذه المحاصص الطائفيه. طيب. جد باكر عقبه باكر يصير انتخابات، من ينتخبهم الا هذه الميليشيات ومن يدعمها من الخارجين عن القانون من تجار المخدرات ومن تجار الخمر. اي والله يا اخوي. شكرا يعني شكرا نعم شكرا جزيلا سيد سالم من كربلاء، اكتفي بحضرتك بهذا القدر، وصلت الفكره. لننتقل الان مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر لدينا في هذه الفقره. ننتقل الى محافظه النجف الى مقبره وادي السلام. اشتكى مواطن من سرقه صور الاموات في مقبره وادي السلام في محافظه النجف في ظاهره جديده تشهدها المقبره بعد ظاهره انتشال القبور او انتشار القبور الوهميه، وكذلك سرقه قبور وبناء قبور فوق قبور من قبل عصابات متخصصه بهذا الموضوع. كانت الأجهزة الحكومية في النجف قد ألقت القبض على عصابة تمتهن سرقة صور الموتى في مقبرة وادي السلام وتجريدها من محتوياتها قبل أيام. وقالت المديرية في بيان أن عملية القبض تمت ضمن حملة نفذتها مديرية مكافحة الإجرام في مقبرة وادي السلام. أضافت أيضا أن العصابة تقوم بسرقة صور الأموات المثبتة على المقابر وتقوم بأخذ الزجاج أو الألمونيوم أو الخشب أو صناديق الألمونيوم ثم بعد ذلك بيعها ورمي الصور، بالإضافة إلى قيامهم بسرقة أي قطع معدنية أخرى موجودة داخل مقابر الناس أو في طرق المقبرة. لنشاهد. ما يصير هالسعادة، أنا مرتين أنا مبدرين، مرتين الباقر، ذني إيش مرتين همين الباقر، ما يصير إيش. حرام يا الإسلام، يا دين، يا محمد، أهل النجف. على الغيره، انا جاي خل الغيره، ترى ما جاي خل اي واحد، ما اخذوا له الحراميه، لا خل الغيره، خل يسوي لنا شغله. هاي السالفه شلون نقفل القفل عليهم؟ سوي لهم ملجأ شلون؟ سوي الغرف القفل عليهم؟ ما يصير ايش؟ والله ما يصير. يعني بيوم واحد 13 صوره، الله اكبر. اخذوا الالمنيوم، اخذوه عفوا الصور، بس الصور عفوا، اخذوا الالمنيوم. ما يصير والله ما يصير، الله من فوق ما يقبلها يا دين يا اسلام. الان مشاهدينا الكرام دعونا نتابع سريعا التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. تعليق من اسراء تقول: عندما يتجرد الانسان من الانسانيه هكذا تصبح النتيجه. علي يقول: هل سيفكر هؤلاء الشباب بهذا العمل المشين لو ان هناك حكومه موقره فكرت بهم فبنت المصانع وأقامت المعامل الإنتاجية لتوفير الأعمال الكريمة للناس؟ حتى الموتى لم يسلموا من شرور الساسة اللصوص. تعليق من أحمد يقول: الجوع والضيم وقلة فرص العمل وغياب القانون كلهن يجتمعن وهاي النتيجة. زهرة تقول: صدق كذب، يعني العصابات وصلوا للمقابر همين؟ إذا هيك نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية وحراس لحماية الأموات. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة التغريدات لدينا في هذا الموضوع. طبعا انتشر وسم قانون توزيع الأراضي مطلبنا، هذا الوسم هو طبعا بعد مناقشة البرلمان الحالي مسودة قانون قدمها مجلس الوزراء إلى البرلمان، تشير إلى مقترح إيجار لمدة 25 سنة لقاطني العشوائيات. المراقبون والناشطون عدوا هذا الأمر بالمخيب للآمال، كونه يلزم الفقراء والمساكين بدفع بدل إيجار للساكنين في المناطق العشوائية، وتساءلوا أي ممثل للشعب يرتضي ذلك والفقراء ينتشرون في المناطق دون بنية تحتية. نتابع سريعا التغريدات. انتفاضة الشارع العراقي حيدر يقول: لا نعلم ما فائدة الأرض وأهلها لا يملكون الحق في السكن بها والعيش بها بكرامة وعز في ظل هذه التجاوزات.
مهمة البرلمان والنواب هي تحقيق تطلعات الشارع وليس سرقته أو إيجاد حلول ترقيعية مؤقتة. تغريدة من محمد يقول: يجب على كل فرد أن يحصل على قطعة أرض في بلده، ما معقول ينولد ويدرس ويتزوج ويموت وما عنده سكن أو يستشهد أو يقتل. على الأقل انطوا أبسط الحقوق يا حكومة. عراقيين يرفعون هاشتاغ قانون توزيع الأراضي مطلبنا. حسين يقول: القائمين على هذا النظام أخذوا منك كل شيء لدرجة أنك لا تملك قطعة أرض في بلدك، الآلاف من العوائل مشردة وأخرى تسكن العشوائيات. بالنسبة للنظام فإن هؤلاء مجرد أرقام يتم الاستفادة منها في وقت الشدة. صاد يقول: ليش نطالب بهذا القانون؟ هذا القانون هو الحل الوحيد أمام الشعب العراقي كي يتجه لبناء بلده ويزداد حرصه عليه ويمنح الشباب حافز قوي للزواج ويبعدهم عن الفساد والانحراف والسرقة وتجارة المخدرات وغيرها. طيب، ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. من ضمن المشاكل التي يعاني منها العراق هي تجارة البشر وتجارة الأعضاء البشرية. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلطوا الضوء على هذه القضية ودعونا نتابع تفاصيلها. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.